عندنا الطبيب المصري فيه كفاءات رهيبة جدا في البلد، احنا عندنا طاقات بشرية في كل التخصصات عظيمة جدا. يعني الناس اللي بتجيلنا من بره من كل حتة دول بيجوا ثقة في الطبيب المصري، الطبيب المصري موجود في كل بلدان العالم، معروف إنه شاطر. لا هي الأصعب، يعني هند كانت فعلا الأصعب، هند كانت حالتها في نطاق اللي مستحيل يتعمل، وبعدين هو اتعمل ونجح نجاح باهر، يعني مش بس مستحيل يتعمل واتعمل، لا ده مستحيل يتعمل واتعمل ونجح نجاح باهر. يعني هو هند كان عندها، يعني زي لسه كنت بقول لك دلوقتي إن العجاج يتعمل عند 50 درجة يبقى يحتاج عملية، 90 درجة كنت لسه بكلمك دلوقتي إن 90 درجة بقى اسمه محتاج عملية خطيرة. هند كان عندها 150 درجة فوق و150 درجة تحت، فكانت عندها حاجة رهيبة جدا كعوجاج، وفي نفس الوقت كان عندها تحدب أكثر من 100 درجة. في نفس الوقت وزنها 37 كيلو، في نفس الوقت عندها تأثير شديد على وظائف التنفس، كانت التنفس بتاعها 43%. كل العوامل دي اجتمعت في مريض واحد، وكل عامل منهم كان يخلي المريض بتاعه في منتهى الخطورة، فكلهم اجتمعوا في هند، وبالتالي هند بقت الأخطر. ممكن نجازف المريض، العوامل اللي بتتاخد لما بنحدد قرار عمليات بيخضع لحاجات عديدة جدا، منها الخبرات بتاعة الجراح، ومنها اطمئنانه للفحص والأشعة بتاعتها ان هو يطلع بيها بأمان. فأنا بناء على الحالات السابقة، لأن هند ما كانتش أول حالة خطيرة أعملها، يعني أنا عامل جيش من الحالات الخطيرة، وأنا كنت مطمئن نسبيا إن ربنا ييسر لي الأمور وأطلع بيها بالسلامة، وبعدين كله توفيق من ربنا وربنا أكرمنا فيها وطلعت بألف سلامة الحمد لله. هند زي الفل، وهي أصلا هند لإفادة البشرية، إن هم ناس كويسين جدا يعني لإفادة البشرية جمعاء. يعني هي عملت فيديو قبل العملية جزء، وعملت يوم العملية جزء، ولسه هتعمل يوم بعد العملية جزء تاني، وهنطمن بيه كل العالم. الموضوع ده هوت في زي بقول لك، اولا انا اتمرنت في اقوى مكان في الدنيا في تشوهات العمود الفقري، وده كان في جامعة مونتريال في كندا، وبعدين نظرا لظروف مجتمعنا عندنا حالات مهملة بشكل كبير وخطيرة بشكل كبير، فاحنا بنعمل حالات المهملة ديت بشكل يومي، واصبح عندنا خبره فيها كبيره جدا. يعني انا عايز اقول لك المكان اللي انا اتمرنت فيه وكان من اقوى الاماكن في الدنيا، كانت الحالات الخطيره ديت بتبقى حالتين في السنه، انا بعمل الحالات الخطيره ديت 6 في الاسبوع. يعني هي اسعد لحظه في حياتي كطبيب، بتتكرر كل شويه، بتتكرر بعد نجاح كل عمليه مهما كانت بسيطه او معقده، ولكن كل ما كانت العملية معقدة كل ما كانت السعادة أكبر، لأنها بتبقى لحظة نشوة كده وانتصار يعني بعد كرم ربنا. طبعا هي هاجر كان عندها إعوجاج عمود فقري مبكر الحدوث. مشكلة إعوجاج عمود فقري مبكر الحدوث ده، عشان أعرفك بس، الإعوجاج ده ممكن يبدأ من بعد الميلاد على طول، وممكن يبدأ بعد 10 سنين من العمر، وممكن يبدأ في النص في أي وقت. اللي بعد 10 سنين من العمر ده مفيش منه قلق خالص، مفيش منه مشاكل خالص، خلاص إعوجاج وصل لمرحلة العملية يحتاج عملية، ما وصلش له طرق تانية غير العمليات. المشكلة في الناس اللي هم مبكر الحدوث دول، ان هو مثلا حد عنده مثلا 8 سنين زي هاجر، واللي عنده 8 سنين ده هوت بقى في مرحلة فيصلة، لا هو صغير قوي ولا هو كبير. فكان اللي سائد في العالم كله ايه؟ في العالم كله ان دي تعمل لها حاجة اسمها جراحة تطويل. جراحة تطويل يعني نعمل عملية ونطولها كل 6 شهور مثلا لحد ما توصل لمرحلة معينة، وبعدين نعمل لها ايه؟ الجراحة الأخيرة. فيبقى المريض تعرض ل6-7 جراحات عشان توصل للجراحة الأخيرة. اللي أنا عملته الجديد ايه؟ وده عملت بحث مخصوص على الموضوع ده هوت، والبحث ده اتنشر في مجلة دولية متخصصة في جراحات العمود الفقري. إن أنا الأطفال اللي عندهم 8 سنين دول بدل ما أعرضهم لعدة الجراحات ديت، أعمل لهم جراحة واحدة ونصلح الاعوجاج، وبعدين ايه بيكملوا نموهم بعد كده. طب وده بيبقى في الحالات الخطيره بس، اللي عندهم اعوجاج كبير، وكنت مختص الدراسه دي في الناس اللي فوق 90 درجه في الاعوجاج، وده يعتبر اعوجاج كبير. فتعال نشوف الدراسه دي قالت ايه، واللي كان سائد في العالم ايه. يعني مثلا كان سائد في اكبر دراسه اتعملت لمجموعه مستشفيات امريكيه على حاجه زي كده، كان قالوا ان علشان نعمل العمليات دي، العمليات اللي هي المتكرره في الاعوجاج الخطير ده، نسبة مضاعفات 88%. طب في الدراسة بتاعتي كام؟ 1.8%. فانت المخاطر اتغيرت من 88% ل 1.8%.
يعني الحمد لله احنا ربنا كرمنا وفي تخصصنا، يعني لو قعدت لو بصيت بره هتلاقي الناس الجامعه العربيه قاعده بره يعني من كل الجنسيات. ف يعني بنعمل ما نستطيع وبنحاول وبنجتهد وبننفع الناس وبننفع نفسنا وبننفع بلدنا، وهو ده هي دي حياتنا يعني.